عليكم الاسم الصفة. وعليكم السلام، محسن بالحسن، ممثل مسرحي. ونعرفوا كي كانت التقمص ديالك اليوم لهذا الدور. المسرحية ديال عيقو فيقو كنلعب فيها الدور ديال الميخالي اللي هو المتسبب الأول في تلوث ديال الساحة هذه. هو كيمثل عدد ديال الناس متسببين في هذه المعضلة ديال التلوث، وكيتلقى مع واحد السيدة اللي هي راضية، اللي هي كتمثل الارض الفنانه سكينه درابين، وكتعاتبوا على هاد المشاكل هذه اللي كيدير في هاد الساحه هذه، وكتطالبوا بانه يمشي يقلب على السكن ولد نغمه الحلالي. السكن ولد نغمه الحلالي اللي كيلعب الشخصيه ديالها السي محمد مهيول، يمشي نقلب عليه باش نجيبوا ليها باش تعاودوا على هاد المشكل هذا ديال التلوث. وهو كحلايقي غادي يوصل الناس عبر الحلقه ديالو هاد المشكل هذا، وغادي يوعي الساكنه ديال الاحياء بمشكله ديال التلوث وهاد المشاكل اللي واقعه في العالم ديال التلوث. يعني كانت رسالة هادفة اليوم. طبعا رسالة هادفة، والمسرح فن تعبيري يشمل جميع الفنون التعبيرية، هو وسيلة من وسائل التبليغ، والحمد لله احنا بلغنا الرسالة ديالنا والميساج ديالنا، وصل للجمهور ديال المحمدية اللي بهذه المناسبة هذه عشقنا تجاوب معاه. طبعا كان تجاوب، كيضحكوا في الوقيته اللي خصهم يضحكوا، ويسمعوا في الوقيته اللي خصهم يسمعوا، وهذا هو المسرح. شكرا، بارك الله فيك. شكرا.